اخر واحده اخر كلمه، يا اما هيبقى تحقق التعادل ما بين النجمين، يا اما هتخلي استاذ علي الحجار يحكم على عم صلاح عبد الله. ماشي. او ما ينفعش انا احكم؟ مش لما تغلب. اغلب ازاي؟ ياسمين هاي ملعبك اهو. مالها ياسمين؟ مش اشتغلت معاها فيلم ياسمين عبد العزيز حبيبتي؟ الدادا دودي. اشتغلت معاها كتير، الدادا دودي وقمر. قمر الجميله الثلاثه يحبونها. قمر قمر. لا ياسمين حد مهم في حياتي كمان. ياسمين عبد العزيز. قمر ايه؟ ليه؟ احنا كنا يعني قريبين قوي، عملت بنتي كتير كذا مره، وكان يعني الثلاثه اشتغلناها بنتي، ومش عارف جواز اميري او حاجه كده بنتي، وفي مسلسل مش عارف ايه برضو طالعه بنتي. وهي بتحبك قوي يا عم صلاح. هي بتحبك قوي كمان حبيبتي ياسمين، يعني حسب معلوماتي هي بتحبك قوي. تحيه كبيره لحبيبه قلبنا ياسمين. طيب اغنيه بقى، اغنيه فيها ياسمين. يا ورد على فل وياسمين، الله عليك يا فرح النا. يا ورد على فل وياسمين، الله عليك يا طبرح النا. قبرنا لا عندنا، قربنا لا عندنا. خدي ورد يا خدي فل يا ورد على فل وياسمين، الله عليك يا طبر حنا. ورد على فل وياسمين، الله عليك يا طبر حنا. قرب هنا تعالينا، قرب هنا هنا تعالينا. خد ورد يا ابي خد وفل يا ابي. حلوه وايقاعيه وجميله. دلوقتي انا هسال الفرقه الموسيقيه مش الجمهور. دلوقتي احنا وصلنا لحاله التعادل، نكتفي بهذا القدر ولا نجيب كلمه تبقى فيصل عشان في حد يتحكم عليه في الحلقه دي؟ كلمه كمان الفرقه عندها حق. لازم كلمه كمان. اهي فرقتك اهي يا استاذ علي. بات مغلوب ولا بات غالب. ماشي. اخر كلمه قمر. مرغم. بتغشش. انا اللي بالامر المحلق توا. يا قمر ليه؟ فين اللازمه؟ بيقول يا عم صلاح الست بقى. انا اللي بالامر اللي بالأمر المحال اغتاب.